بدك تجيب لي ضرة مو هيك؟ لا ومين؟ بنت الحارس اللي بياخد أمره من أبي المختار واللي كل حارات الشام بتقدره وكلمته ما بتصير تنتين عند حدا. تجي بنت الحارس تصير ضرة إلي؟ إيه لا عشت ولا كانت سعدية بنت المختار إذا بخليك تتجوز علي يا فخري. إيه شخر على كيفك قد ما بدك شخر، أنا بفرجيك. بشريني يامو، الله يبشرك بزيارة النبي. اللهم صلي على النبي. صار يلي بدك يا عن جد عم تحكي يامو؟ ايه يامو عن جد، وأبوكي قال لي اطمني انت وبنتك. الله يخلي لي اياكي انت وابي يامو. الله يهدي سرك يا حق. امين الله يسمع منك. امي انا قايمه روح وبرجع لتقلي لي شو صار معك. ايه يامو. يلا بدك شي؟ الله معك يامو. هون يامو. خاطر الله معك. لك يا سعديه. اهلين اهلين ابن عمي. سعاده تردي وليه؟ لك ايه اول ما سمعتك اجيت. خير؟ شفت امي طالعه من عنا؟ ايه كانت عند خالتي ومرقت شوي. لك عاد تحكي لها بيضرب جوز عيونك. إيه بس شوي. حتى قهوه ما شربت دغري راحت. حكي لي ظهري امان. ايه خلص روحي ما بدي. خير شبك؟ ما فيني شيء، بس كنت يعني عم بتسوق هيك اغراض من السوق لحالي بسجي وبسألك اذا لازمك شيء او بدك شيء. بس يعني كانه ما لك على بعضك. ايه والله مقلوب. خير ابن عمي شو في؟ الحارس ابو شكري شو اخذوا الدرك. ليش شو عامل؟ مدري مين مشك عليه من الحاره للكركون انه مضيع الطبنجه تبعه، عم اجى الدرك واخده. ليش هو معه طبنجه؟ ولك ايه معه طبنجه، يعني هو اول ما اشتغل سلموا اياها، بس ما عم بتذكر ضاعت منه ولا سرقت. المهم انه هو كان عم يلم حقه من اهل الحاره بس ما لحق يخطي عليه. يا خطيتك يا ابو شكري، والله ما بيستاهل. ما هذا اللي عم بقوله انه ما بيستاهل. بدك شيء يجيب لك شيء معي؟ سلامتك ابن عمي، لا تطول على الغداء. لا ما رح طول، يلا بخاطرك. الله معك. وروحي تحممي. ايه يلا هلا بتحمم. ها هيك الله يخلي لي اياك يا ابي. هي طيرنا الحارس من وشي. جاري شلونك؟ اهلين اختي. اهلين مدام. اهلين الله يسلمك. كنت رايحه لعندكم جار، عاملي ورق عنب واشتهيتكم بسكبه. الله يسلم الايدين، والله ما في داعي تعذبي حالك يا رب. الله يسلم الايدين. مطرح ما يسر يمري الهي، مطرح ما ياسس يبني. الله يجبر بخاطرك، الله يخلي لنا اياك يا رب، الله يخلي لنا اياك. توصي شيء ثاني جاي؟ سلامة قلبك، سلامة قلبك. يلا السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. الله يسلم هالايدين. شوفوا الله الله.